انت البيت اللي ضامن واللي مبني على اساس وطريقي، وانت فيه انا مطمن خلاص. انت السد اللي حاش عن حياتي اي خوف، وعشاني بتتحمل كل الظروف. بالأمان سقف وأربع حيطان، مع ناس حاسة بيك وده فبيملى المكان، وأنا طول ما بكون معاك بلقى اللي أنا محتاجاك، من غيرك مش هتبقى في حياة. أهم إحساس في الدنيا هو الإحساس بالأمان، والأمان إنك تتسلح بحديد عز. حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط.